البر الاخوان. فعلى طول اول ما يطري لي الزمن القديم قصه الفارس الشيخ شالح بن هدلان واخوه الفديع، اخوه اللي صار منه ايه الفديع بن هدلان، كان بارين في بعض. الكبير شالح كان يحن لاخوه الفديع، والفديع كذلك كان خادم لاخوه ومدافع عنه وقت، تعرف وقت السلب والنهب ما فيه امن وامان زي ذا الحين الحمد لله. ف لدرجه انه يقول شالح يوم يتذكر محاسن الفديع يقول اني ما اذكر اني مره دعيته وقال لي نعم ولا سم ولا ها الا كلمه واحده فقط كان يقول لي لدعيته لبيه لبيه. في مره من المرات ايه شاف البل تعاتب بعقلها ما راحت سرحت، فغضب على فديع وقال وين فديع؟ قالوا عند الحريم يغسل راسه. فلقاه يغسل راسه وحاطين عليه الزيت. ايه كان شعور الاولين طوال صح، كان حاطين عليه الزيت. فغضب منه في ساعه غضب اخوه الكبير وجاء على الارض وحثى عليه بالتراب. ايه فيقولون انه ما رد عليه بكلمه واحده الفديع، ما رد على اخوه الكبير يوم تصرف هذا التصرف، مع ان في وقتنا الحالي قليل اللي بيسوي التصرف هذا. يقولون فقط انه حط يديه على وجهه على عيونه على اساس التراب ما يدخل في عيونه، ما يدخل في عيونه، وخلاه لين خلص. بعد ما خلص وراح يقولون نفض التراب من وجهه ومن عيونه وسلوا وجهه وراح وفك البل. وجاء في اخر الليل لين جاء وحب راسه في غفله كذا على اساس يستسمح منه. يوم جاء ونام اخوه شالح في الليل جاته اخته قالت ترى ما في ماء. شالح بالعاده يقوم قبل الفجر يزين قهوته، فلقام ما لقى ماء. وش سوى الفديع؟ قال اسكتي لا تعلمي. راح وخذ القرب دق بعيره وراح دق ذلوله وراح يجيب ماء في ذا الليل ولا نام. لا اله الا الله. الين جاب الماء وملا الماء حط الماء عند اخوه على اساس لقام قبل الفجر حصل الماء يزين قهوته. فراح ورقد بعد ما صلى الفجر وزين قهوته قام انت يا شالح وزين قهوته. سأل وين الفديع؟ علمته بالقصة انه ليلة كلها ما نام رايح على اساس يجيب الماء، ومع قصص المغيرين اللي عليهم اللي على حلالهم يدافعون عن حلالهم عرضهم. وكان الفديع مثل العين الساهرة لأخوه ومثل الدفاع عن أخوه، مثل القوات اللي تصد عن أخوه عن هجمات المغيرين والفرسان اللي يطمعون في ابلهم في حلالهم. في يوم من الأيام قاعد يفكر شالح والفديع عنده، قال له يا شالح أنت وش تفكر؟ مثل اللي يقول لا يهمك شيء من أمور الدنيا. قال والله أني أفكر يا الفديع ودي عيالي صغار ودينهم كبار يخدمونك مثل ما خدمتني فوق ذا الدنيا. قال بس، قال لا يهمك شيء يا أبو ذعر. وتمثل في أبيات الفديع يقول مدخول كبير يا أبو ذعارك فيك لو أني الحالي واصبر على الدنيا وباقي تعبها ونغم أخوهم عثرين العيالي أنا لأخويا سعد عينه عجبها أفديك يا شالح بحالي ومالي يا فارس الفرسان مقدم عربها يوم تيه النبلة بروس المفالية اللي حميت حدودها يا جنبها. شف ذا البيت ونغم أخوه معثرين العيالي أنا لأخويا سعد عينه عجبها. يا سلام. قتل في أحد المعارك الفديع ورثاه أخوه شالح بأبيات، أنا ما أدري الأبيات هذه من ضمن المرثيات اللي قالها أو أنها قبل، يعني يقول أخوي ستر البنية المفاريع مطلق لسان اللي بهلها تماري، أخوي ديت عصاني مر تنقال ما طيع كود يصبر يوم تجري الجواري. ما ذكر قط يوم شوف إيه ما ذكر يوم من قط مشكوك شيف بين الفراريع يكود ما بين الكمي والمشاريع. يا سلام. ضمن مرثياته فيهم يقول وأخوي اللي يوم هضبت خفافات من عاد من عقبه بيستر خمالي ليته مع الحيين راع الجمالات ونافدله من غبون الليالي ليته كفاني سو بقعة ولا مات وانا افدائيه وانا
ليته كفاني يسوي بقعه ولا مات، وانا كفيته جاء القبر هيالي وليته مع الحي الرع الجمالات، وانا في دله من غبونه الليالي. اخوي يلي يوم الاخوان فلات من خلقته ما قال ذلك وذلك كلنا واحد بالله. استشهد بحتى لوقتنا هذا. واخوي يلي يوم الاخوان فلات من خلقته ما قال ذلك وذلك كله حلاله. اخوي كبير جمعت بين خصال شتى لتبين حسنا بصفات، كرم بخل صدق كذب كتبت في أرقى صفحات، كتبت في أرقى صفحات. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.